مشاهدينا متابعينا الاعزاء متواصلين واياكم في هذه الفتره المسائيه مع اشواطنا المفتوحه ضمن انطلاقات رابعه ايام هذا المهرجان وهذا العرس التراثي وهذا الكرنفال في اقصى المهرجانات، مهرجان سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اعلنت بدايه وانطلاقه سادس اشواطنا في هذا المساء وتحديات الحقائق وانطلاقه الاسماء والشعارات الباحثه عن النوماس الغالي عن النوماس المشرف في هذا المهرجان. نتواجد واياكم مع رحله شيقه الا وهي الثلاثة كيلومترات الثلاثة مع الانطلاق مع الإثارة مع التحديات التي تدور بين أركان وأقطاب هذا الميدان، ميدان الطايف في أحلى المصايف. انطلق وإياكم لتتابع لتشاهدون الانطلاقة الأولى والتحديات. هناك انطلاقة وتحديات اللي يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة هجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. من يتقدم من يتابع هذا الشعار؟ ماجد بن حلفان المري من يقود هذا الشعار يراقب هذا الشعار، بينما المركز الثاني يتابع وتتابعون هجن النايفات من تنطلق مع السكب وسعيد بن حمد بن ديبون بن ديبون يبحث عن نقطة في هذا المهرجان الغالي، يبحث عن مركز الأمان، بينما المركز الثالث يتابع هذا الوصول اللي تجاوز جميع المراكز خاطفا مقدمة وصدارة هذا الشوط الرياسة وهجنها مع انطلاقة وتحديات نجوان محمد بن عتيك بن زيتون. بدأ يخطف الأمان في هذه اللحظات مع الرياسة وهجنها من بدأ يتقدم مع مراقبة المضمر العملاق محمد بن زيتون المهيري يتقدم في هذه اللحظات. ولكن انتقل وإياكم على المركز الثاني مع هذا الوصول، وصول سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز آل سعود. ولكن النايفات وهجنها بدأت تشكل الخطر الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير. أرى السيل الجارف القادم من الخلف. أعود وإياكم لنتابع الصراع الأول لنتابع المقدمة مع الرياسة الرياسة. الله بن زيتون من يبحث عن الأمان، بن زيتون مع المساء والجنون والأداء والفنون. روحت الرياسة انطلقت الرياسة بدأت تحلق مع نجوان 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 والأمتار الأخيرة. إلا والله وغادر إلا والله وبادر. باي باي لجميع الملاحقين، باي باي لجميع المطاردين. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله حول حواليه. روح بسيارة الإذاعة، روح بالجماهير، روح بالمحبين، روح بالعشاق. بالله تحية بالله تحية على هذا الأداء العملاق. الرياسة الرياسة تفرض السيطرة، الرياسة وهجنها نجوان محمد بن عتيق بن زيتون بن زيتون سبب الجنون
سبب الازعاج، خط النهايه قضيه منصه احتراما لهذا الوصول. تهانينا والنماس للرياسه وهجنها. وكان محمد بن زيتون المهيري متابعا لهذا الشعار دائما محقق الانتصارات. والنماس المشرف بيقل المهرجانات، مهرجان سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. بينما المركز الثاني فكان الوصول هجن الرياسة مع راشد بن بخيت بن مقارح المري. ثالث الأسماء هجن النايفات مع شهلول، وكان ابن دبان متابعا مضمرا لهذا الشعار ولهذا الاسم. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نشاهد واياكم لحظه وصول نشوان مع الرياسه وهجنا يصل بتوقيت زمني قاطع الثلاثه كيلومترات بتوقيت زمني 4:49 وجزءا وحيدا من الثواني. تهانينا والنماس للرياسه وهجنا على الابداع والامتاع في هذا المساء. بينما المركز الثاني يتابع وتتابعون في هذه اللحظات، فكانت هجن الرياسة كذلك اللي حل المركز الثاني، فكان منصف وكان ثم قارح متابعا بعملية التضمير يصل بتوقيت زمني 4:50 وجزء وحيدا من الثواني. بينما المركز الثالث فكان الوصول من هنالك تحديات وانطلاقة شهلول، وكان النايفات وهجنها تصل بتوقيت زمني 5:07 جزئين من الثانية. تهانينا والنوماس على هذا الفوز، على هذا الانتصار. بينما المركز الرابع فكان الوصول من تحديات النايفات مع شهلول. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا والنوماس للرياسه وهجنها من حلقت وابتعت في هذا المساء المتميز.